علق بايه هو اغلى هدف او احلى هدف شفته لقفشه في السنتين اللي فاتوا من ساعه ما انضم للنادي الاهلي. نبتدي بشاكر محمد واللي قال الهدف الاجمل والاغلى في حياتي وحياه كل اهلاوي نهائي افريقيا، الهدف ده غير او غير حياتنا كلنا والله. اكيد قصده على هدف ماتش الزمالك ان هو جاب برده قفشه في النهائي اللي فات في كايزر تشيفز. هبه الاباصيري قالت كمان هدف التسعه بتوقيت الاهلي الشهير بالقاضيه ممكن هو اهم هدف بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره واحلى هدف كمان. يعني اعتقد هو تقريبا كل الاجابات هتكون في نفس الاختيار ده، هدف قفشه في مرمى نادي الزمالك في نهائي القرن، نهائي دوري ابطال افريقيا. دي كانت اجابات حضراتكم ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. الى اللقاء.